بكم مشاهدينا، وصلنا الآن إلى فقرة حصاد الأسبوع الفني مع الزميل صبحي عطري. مساء الخير صبحي. مساء الخير دانا. خبرنا شو عندك اليوم؟ اليوم في كتير أخبار حلوة، في منها حلو وفي منها ما كتير حلو، وعنا قضية كتير مهمة عن فنانة أصالة. نتابع. مساء الخير لكل مشاهدينا. انقضى أسبوع حمل العديد من الأخبار الفنية ومن عناوين الليلة. منى زكي راقصة في رمضان، حقيقة سب زياد برجي للشعب التونسي، وأيضا حقيقة إلغاء حفل أصالة الخيري في بروكسل، هل هي مادية أم تنظيمية في قضيتنا الأسبوعية؟ خبرنا الأول هو نفي لإشاعة وفاة الفنان عباس النوري، وذلك حسب سيدتي نت، حيث نفى الفنان السوري عباس النوري الشائعة التي تداولتها المواقع الإلكترونية والفيسبوك حول مقتله في تفجير السبع بحرات الذي وقع في دمشق، مؤكدا أن الخبر عار عن الصحة. وكانت نشرت عدة صفحات على فيسبوك خبر وفاة الفنان السوري عباس النوري في تفجير السبع بحرات أثناء مروره بسيارته الخاصة من المكان الذي شهد تفجيرا ضخما. من جهة أخرى، بدأ النوري يوم الثلاثاء تصوير أول مشاهده من العمل السوري الاجتماعي سكر وسط في دمشق، كذلك بطولة مسلسل العبور. ننتقل إلى حقيقة ما حدث مع الفنان زياد برجي في تونس، حيث تعذر على الفنان زياد برجي إحياء حفل انتخاب ملكة جمال تونس الذي كان مقررا في تونس خلال الأيام المقبلة أو الماضية. وفي التفاصيل أن دخول زياد إلى تونس كان معرقلا بسبب نقص في أوراقه وعدم توفر الأذونات الكافية التي تسمح له بإحياء الحفل، مما سبب انتظاره لحوالي 4 ساعات في المطار قبل أن يفقد صوابه ويعود أدراجه إلى بيروت دون إحياء الحفل. وتحدثت بعض المصادر عن شتم زياد لتونس وللشعب التونسي في المطار في لحظة غضب، إلا أن مكتبه الإعلامي سارع في تبرير الأمر وشرح الملابسات محملا الجهة المنظمة المسؤولية كاملة، ووعد الجمهور التونسي بحفلات كثيرة في تونس قريبا، كما جاء في البيان الذي وزع على أهل الصحافة والإعلام. وأيضا من سيدتي نت الخبر الثالث هو عن بعض الفنانات اللواتي سترقصن في رمضان المقبل، حيث تستعد بعض الفنانات لتجسيد أدوار راقصات في مسلسلاتهن الرمضانية المقبلة، ومنهن دينا من خلال مسلسل أهل الهوى والتي تجسد فيه دور الراقصة الراحلة بديعة مصبني. درة أيضا تقدم في رمضان المقبل دور راقصة من خلال مسلسل مزاج الخير، في الوقت الذي تقدم فيه أيضا عايدة رياض دور راقصة في مسلسل الصقر شاهين. أما دور منى زكي كراقصة في مسلسلها الجديد آسيا فقد أثار حفيظة الإسلاميين، وتقول منى أنها لا تتحدى الإسلاميين أو أي شخص من خلال دورها، فقد وافقت عليه لأنه دور جيد ومختلف ولا علاقة له بالإخوان أو السلفيين أو أي تيار ديني. لكن منى زكي لم تستم من انتقادات بعض التيارات الإسلامية، حيث هاجمها أحد الدعاة الإسلاميين الذي يدعى أبو إسلام في أحد البرامج التلفزيونية. لنتابع. هتقدم دور رقاصة في ملهى ليلي في مسلسل دنيا آسيا، ده هيبقى في شهر ايه؟ شهر العبادة. ايه رأيك يا خالد يوسف يا اتحاد الفنانين يا أشرف زكي يا كل اتحاد الفنانين ونقابة الممثلين؟ هل دي أخلاق مصرية؟ هل ده من أجل مصر؟ هل ده إبداع أم ده خراب؟ ارقصي يا منى، يا رب يا رب بدعيلك، بدعيلك تموتي وانت بترقصي، بدعيلك. ما هو في دعوتين، يا ربنا يهديكي يا ربنا ياخدك وانت بترقصي. الدعوة الأولى يدعيها لك الشيخ محمد حسان، والدعوة الثانية يدعيها لك أبو إسلام. بدي عليكي، انت بتتحدي مين؟ تتحدي ربنا يا مفترية؟ هترقصي عريانة في رمضان؟ طب اعتذري عن ده بسرعة، اعتذري لحسن ربنا يصيبك بسكتة قلبية تموتي على ما أنت عليه من ضلال. يعني المسلسل لم يعرض بعد، وكان هذا الهجوم ما الذي سيحدث بعد عرض المسلسل؟ الله يستر. نبقى مع منى زكي التي ظهرت مع زوجها الفنان أحمد حلمي في تداول مقطع مصور لفيديو يعبر عن دعمهما لشاب مصري يدعى محمد شحاتة يحلم بالسفر إلى الفضاء، والذي تقدم بالترشح لمسابقة في أكاديمية أبولو الفضائية في جنوب أفريقيا عن طريق تصويت مشجعيه عبر المواقع الإلكترونية للأكاديمية على الإنترنت، والتي من المفترض أن يفوز بها 22 شخصا على مستوى العالم. لنشاهد مقطع الفيديو.
لمحمد شحاته. انا شايفه ان هو اكتر واحد يستاهل يروح القمر. وانا كمان بقول كده، هو يستاهل ان هو يطلع القمر. الى القمر يا محمد يا شحاته. صوتوا لمحمد شحاته. ومن دعم الفنانين المتسابقين للوصول للفضاء إلى دعم الفنانة أصالة للثورة السورية، وهي قضيتنا لهذه الليلة، والتي فعلا تسببت بآراء متضاربة حول مواقف الفنانة أصالة، والتي عرف عنها تضامنها مع الثورة السورية ودعمها لها منذ بدايتها، وما حدث مع أصالة مؤخرا في بروكسل، حيث كان من المقرر أن تحيي حفلا في بلجيكا السبت الماضي، لكنه ألغي في اللحظة الأخيرة، مما أثار استغراب الجمهور الذي انتظر ظهورها حوالي ساعتين على مقاعد مسرح سيرك رويال في بروكسل. وفي هذا الحفل الذي كان مخصصا لدعم مشروع بناء مدرسة للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن، وفي ظل تبادل اللوم بين المنظمين ومديري أعمال أصالة أنس نصري وطارق العريان، حذرت أصالة من تجار يستغلون قضية مساعدة السوريين. بداية دعونا نلقي نظرة على الحادثة وتفاصيلها ونعود لنكمل النقاش. من هذا الإعلان بدأت القصة، وبعد توقيع العقود النهائية الخاصة بالحفل والتي حصل برنامج سيدتي على نسخة منها، تبين المبلغ الذي تقاضته فرقة أصالة، وأيضا توضح أن أصالة لم تتقاضى أجرا عن تلك الحفلة. من بعدها وصلت أصالة إلى بروكسل لتعقد مؤتمرا صحفيا قبل يوم من حفلتها الخيرية لدعم جمعية ساعد أطفال سوريا البلجيكية. حسيت بأمان كتير كبير، وعندي يقين بإنسانيات الأشخاص القائمين على هذا العمل، وبتمنى أنه يعني كل قرش حيكون موجود يستفيد منه كل طفل سوري بحاجة فعلا لمساعدتكم. كان كل شيء يدل على أن الأمور تسير إلى إقامة الحفل، خصوصا مع حضور مجموعة من دبلوماسيين وسياسيين داعمين للمشروع، لكن الجمهور فوجئ بمنظمي العرض يعلنون إلغاء الحفل بسبب عقبات تنظيمية ومالية أدت إلى رفض الفرقة الموسيقية الظهور على المسرح، مشيرين إلى أن التفاوض مع مدير أعمال الفنانة السورية حول تلك العقبات استمر حتى خلال انتظار الجمهور. هو المشكل القناة، هو في البند، المشكل القناة في البند، وطلبت أخوها وزوجته، ومشكل أنا نقوله بس كل صراحة، والمشكل في أخوها، مشكل في أخوها، أخوها هو المشكل. ليه؟ وهو يتحكم في كل شيء، هذا الشيء اللي شفت أنا بعينيا، فهم؟ أخوها كيشوف هذاك ويهضروا بيناتهم، هو البند مانجر قال لك لا لا، قال لك ما نتحركوش هنا، تحضروا لنا ماشي 50% ولكن الفلوس كاملة، واش هذا معقول؟ قولوا لي يا 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 يعني هما عاوزين فلوس دابا، يعني عاوزين فلوس يعني باش كل هاد الساعة السهرة، حتى لو هما ما عملوش سهرة؟ ما عملوش سهرة عايزين فلوس، وأنا عندي كونتراكت تقول إلا هي إلا ما احترمش الواحد سهرة لازم هما يعاودوا لنا كله المخسر. من جهة أخرى قال أنس نصري شقيق أصالة ومدير أعمالها إن التخلف عن دفع الأجر ليس السبب الوحيد لإلغاء الحفل. يعني اليوم لما نحن نكتشف انه في مراوغه وفي كذب بموضوع ايفنت بسيط، فهو اكيد في مراوغه وكذب بالمشروع اللي هن عم يحكوا فيه، الا وهو انه يبنوا مدرسه لاطفال سوريا. وانا اليوم مش مضطر اتدخل اسم اصاله بشيء مش واضح ومش مزبوط. يعني اذا ايفنت انتم اليوم ايفنت مش قادرين تلتزموا فيه، وكان في مراوغه كثير وكذب كثير، فيبقى اكيد المشروع الاكبر هو في مراوغه وكذب. أصالة التي لم تصرح بأي معلومات في حينها قامت بتوضيح الموضوع عبر حسابها على تويتر، وكتبت أن ما حدث كان دراما محزنة، وأضافت اكتشفنا متأخرين أن القائمين على حفل بلجيكا ما هم إلا تجار يستغلون اسم أطفال سوريا لجمع التبرعات، رغم أن أصالة كانت قد لق أو
لفتت في المؤتمر الصحفي إلى ثقتها بمنظمي الحفل قائلة: أحسست بأمان كبير وعندي يقين بالأشخاص المنظمين. وبسبب تضارب التصريحات بين الطرفين وقع الناس في حيرة، ما الذي حدث ومن الملام للوقوف أكثر على حقيقة الأمر؟ معي مباشرة من بروكسل السيدة نعيمة عبد، نائب مسؤول جمعية ساعد أطفال سوريا منظمي حفل أصالة. مساء الخير مدام نعيمة. مساء الخير، أهلا وسهلا سيد صبحي. بداية ست نعيمة، ذكرتم أنكم بالبداية حاولتوا أنكم تأمنوا المبلغ المالي كاش قبل الحفل وطلبتوا وصل بقبض المبلغ، هل هذا صحيح؟ هو على حسب الإجراءات العقد كان من المفروض أن ندفع نصف المبلغ عبر تحويل بنكي على رقم حساب سيد طارق العريان ممثل سيدة أصالة نصري في العقد، والنصف الثاني ندفع قبل الحفل بيوم عند مجيء السيدة أصالة وفرقتها إلى بروكسل. النصف الأول يعني 22500 يورو تم تحويلها عن طريق تحويل بنكي، لكن بنك السيدة أصالة والسيد طارق العريان جمد هذا المبلغ. هذا المبلغ كان قد بعث على مرتين، يعني 11250 يورو مرتين، المرة الأولى وصلتنا والمرة الثانية أنا لم أعلم بوصولها إلا يوم الخميس صباحا، أي عشية قدوم يعني الفنانة أصالة وفرقتها. طيب بس شو صار بنهار الحفلة؟ يعني ليش ما دفعتولهم المبلغ كاش المتفقين عليه 50% الثانية؟ هو مبلغ 50% الثانية كان موجود، لكن السيد أنس نصري أصر على المبلغ كامل 45000 يورو زائد 1500 يورو تكاليف التأشيرات. يعني نحن كنا عشية عيد الفصح، كل أبناء كانت مغلقة، تجميع المبلغ يكاد يكون مستحيل. ثم هناك شيء آخر، ولحسن الحظ أننا لم ندفع المال كاش لأننا كنا مستعدين يعني لأشياء كثيرة لإرضاء الفنانة وطلباتها. أن القانون البلجيكي يمنع التصرف بالكاش، يعني عندما يتجاوز المبلغ 5000 يورو يجب أن يكون هناك تحويل بنكي. نعم. طب لكن ومع ذلك نحن حاولنا تجميع المبلغ كامل من الشخصيات القريبة منا، أصدقاء وعائلة، لكن السيد أنس نصري أصر على أن يكون المبلغ كامل مكتمل 46500 يورو أن يتحصل عليه في الفندق قبل أن يقرر هل تنزل أصالة نصري لسهرة أم لا. طيب ست نعيمة، أنتوا كان عم يذكر أنس وأصالة أيضا أنه أنتوا ما قدمتوا أوراق ثبوتية تثبت أنه هدول الفلوس ريع الحفل إلى أين يذهب، شو الأوراق اللي قدمتوا لهم إياها لأصالة ولا أنس حتى تثبتوا أنه عن جد هدول المصاري رايحين لبناء مدرسة للأطفال بمخيم الزعتري؟ والله نحن نستغرب لهذا التعليل ولهذا الرد الذي قاله السيد أنس والسيدة أصالة، كتباها على تويتر وعلى الفيسبوك لسبب بسيط، لأنهما وفي لم يطلب أي شيء بخصوص لا الحفل لا أوراق الجمعية ولا مشروع المدرسة. يعني أنا استغربت حتى الموسيقيين عند وصولهم استغربوا كون الحفل خيري، لأن ما قيل لهم هو حفلة عادية لأصالة نصري في بروكسل. يعني منذ أنا من بدأت الاتصال معهم ولا في أي لحظة منذ بدء التشاورات والتفاوض بيننا إلى آخر لحظة لم يطلب أي أحد منهم أي معلومة لا عن الجمعية ولا عن المشروع. طيب وصلت النقطة. مع العلم أن زميلي السيد مراد بوشيخي رئيس الجمعية قدم صور عن المشروع للسيدة أصالة والسيد طارق والسيد أنس خلال حفل العشاء الذي نظمناه على شرف حضورها يوم الجمعة 29 مارس. نعم. طيب خلينا نرجع شوي لموضوع الفلوس اللي هي أساسا كانت مخصصة لفريق الموسيقيين المرافق لأصالة. باتصال سابق خبرتيني أنه أنتم تمتلكون فيديو بيثبت أنه موسيقي فرقة أصالة أنه أبدوا تعاونهم، هل هذا صحيح؟ طيب يعني أبدوا تعاونهم في ماذا؟ يعني تعاونهم أنه فيهم يطلعوا على المسرح بدون ما يقبضوا أجرهم، يعني هنا ما عندهم مشكلة. لا 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 لا، هما قالوا لا، هما
يعني عندما جاء الموسيقيون وهم مغلوبون على أمرهم، يعني من يعرف الميدان يعرف أن الموسيقي مغلوب على أمره، والموسيقي إذا رفض أن يغني اليوم في حفلة سوف يستغنى عنه مباشرة يعني. لكن الموسيقيين عندما حضروا بعد انتهاء الحفل ليأخذوا ليسترجعوا آلاتهم قالوا إنهم يعني ليسوا خلينا ست نعيمة معلش بدي أقطعك، خلينا نشوف الفيديو اللي بعتوا لي اللي هو خاص لبرنامج سيدتي شو حكوا الموسيقيين وبنرجع منتابع الحديث. ده مش موضوع انا هضرت معكم بالاحترام وكل شيء ولكن مش مشكله. لا انت راجل محترم انا عارف ست نعيمة آخر سؤال خلينا وباختصار لو سمحتي، شو الإجراء القانوني اللي اتخذتوه ضد الموضوع اللي صار ضد أصالة أو فرقتها؟ أولا هو رفع قضية رد اعتبار لأن السيدة أصالة والسيد أنس نصري يعني قام بتشنيع علني بسب وقذف في حق الجمعية والقائمين عليها وفي شخص زميلي رئيس الجمعية السيد مراد بوشيخي. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية الحق المدني لأن الحفل يكلفنا خسائر كبيرة جدا، يعني نحن كجمعية لأننا نحن التزمنا وأمننا للسيدة أصالة نصري كل طلباتها حتى الطلبات يعني التدلل يعني المبالغ فيه من قطع تذكرة للديزاينر وصلت ليحمل لنا فستانها. يعني كل هذه المسائل قمنا بها. نعم طيب بدي أتشكرك سيدة نعيمة ما بقى عندي كثير وقت، رح نروح مباشرة في الاتصال هاتفي مع سيد أنس نصري شقيق أصالة وأيضا مدير أعمالها. مساء الخير أنس. مساء الخير صبحي. كيفك؟ الحمد لله تمام كيفك. مباشرة خلينا ندخل بالموضوع أنس، يعني ما بعرف إذا كنت عم تسمع وبتشاهد شو قالوا بالتقرير، شو تعليقك بداية بشكل مختصر لو سمحت؟ بداية بس عندي تعليق على جملة واحدة بس قالتها، طبعا هو الموضوع واضح كثير يعني وصريح بس أنا بتعلق بس كلمة قالتها هي بالنسبة لموضوع الموسيقيين إنه تفاجئوا إنه العمل الحفل خيري وإنه نحن مش مبالغين إنه الحفل خيري حفل عادي. فيكم طبعا أنتم تشوفوا البيج تبع أصالة على الفيسبوك وفيكم تشوفوا الإعلانات اللي نحن كنا عم ننزلها، نحن كنا عم نروج للحفل الخيري. احنا اول طيب. ناس اللي روجنا الموضوع كنا عم نحكي اخبار عنه. طيب انس انت قلت بالريبورتاج اللي شفناه انه انتم كان في عندكم شك بمصداقيه هؤلاء، وبالمقابل ايضا اول ما وصلت اصاله على المؤتمر كانت اول جمله قالتها انا ما عملت حفلات قبل خيريه لاني ما عندي ثقه بالمنظمين، ولكن هالمره صار عندي ثقه بالمنظمين. كيف يعني شو صار معكم؟ حدا قال لكم شيء لما وصلتوا؟ لا الحقيقه نحن كنا ماشيين معهم بحسن النيه لاخر لحظه، يعني لاخر لحظه نحن كنا ماشيين معهم بحسن النيه. اولا اصاله وصلت بلجيكا عملت كل اللي عليها، يعني كل اللي لازم تعمله وزياده، سواء مؤتمرات صحفيه سواء مكالمه لقاء اذاعي على التلفزيون او لقاء على الراديو، يعني عملت كل اللي عليها لتروج للحفله. فهي عملت كل شيء وايضا راحت ثاني يوم على البروفا. فبهي الحاله يعني بكل بساطة اليوم مطربة مع مجموعة كبيرة 20 شخص بيسافروا من بلد لبلد مو مشان يختلقوا أعذار وما يشاركوا. طيب بس بالفيديو أنا سل بالفيديو اللي شفناه كان الفرقة الموسيقية عم بيقولوا إنه نحن ما عندنا مشكلة يعني نطلع، فكانت المشكلة إنه أنت يعني عندك يعني أكيد. لا أكيد ما عندي، أنا اليوم الجزء الكبير عندي الفرقة، ومع ذلك أنا تكلفت ومع ذلك أنا يعني حتى كل واحد عم يسمعني هلأ من اللي بيشتغلوا معنا من الجروب اللي معنا يا ريت أي حدا يعلق أو أي حدا يحاول يحكي يقول، لأنه فعلا تكلفنا فيها. اليوم الموسيقيين ممكن يقولوا شيء، ممكن أي حدا من الشباب يقول كلمة على الكاميرا، كلمة على الكاميرا غير الكلمة اللي ورا الكاميرا، وما يعني صحيح. ما بدنا نضحك على بعض الحقيقة.
طيب أنس، أنتوا رفعت قضية ضد أصالة بسبب تصريحاتها على تويتر، وأنتوا كمان تقدمتوا بشكوى في قسم البوليس في بروكسل. لوين بتصير الأمور وشو إجراءاتكم؟ نحن بس يعني مجرد أنه على فكرة نحن أخذنا يعني عنا رقم القضية، ومش مو قضية، نحن ما أخذنا بموضوع كبير وقضية وحنعمل. نحن كل ما هنالك أنه حبينا نسبة حالة صارت معنا ببلد بتطور بيحترموا قانون وبيحترموا القضاء، فبلد حبينا نحن نسبة حالة صارت معنا مو أكتر. هن من الطرف الثاني مع الأسف اللي أخذوها بمعنى قضية وما قضية وعاشوا القصة بشكل كتير كبير، علما بأنه نحن خلص نحن حدث صار معنا ببلجيكا وتجاوز. انتوا جاوزتوا الموضوع، ما في اي له زيول ما له اي شيء، علما بانه حتى قسم البوليس اللي ببلجيكا انا عندي رقم القضيه او رقم المحضر، حتى ذكروا لي الاسم انه القائم على الجمعيه عنده اشياء، عنده ريكورد قديم، عنده قضايا قديمه. نعم. بتخص هاي المواضيع، بتخص مواضيع الشركه المنظمه اللي هي مراد بوشيخي باسمه الشخصي، يعني فايله مش نظيف. هو مش نظيف، هو بالضبط اللي كان قاعد الأوفيسر اللي مع طارق لما عم نعمل المحضر قال له انه هيدا الشخص، قال له انا ما بقدر اقول لك شو فيه بس هو مش نظيف، سجله مش نظيف. طيب وانا مسؤول عن كلامي، وانا عندي رقم المحضر وعندي يعني انا مسؤول عن كلامي اللي بقوله، فيكم انتم حتى يعني تشوفوا ببلجيكا يعني. نعم. طيب بكل الاحوال انا انس بدي اشكرك لكل التوضيحات اللي اعطيتنا اياها، شكرا لوجودك معنا. إلى اللقاء. نهاية مشاهدينا، أعتقد أنه كان على أصالة وفريق عملها التأكد تماما قبل الاتفاق مع أي جهة منظمة لأي حفل خيري قبل موعد كافي من الحفل، وأيضا ربما قلة الخبرة في تنظيم الحفلات التي كان سببا في تعرض الشركة المنظمة لتلك التفاصيل التي كان يمكن تلافيها وتحقيق الغاية المرجوة من الحفل. القضية ما زالت مفتوحة، سنتابع معكم تطوراتها في الأسابيع المقبلة. أحييكم وألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. مشاهدينا، حلقتنا انتهت لليوم، شكرا لمتابعتكم وبقية أمسية سعيدة برفقة برامج روتانا الخليجية، إلى اللقاء.